هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم قضيه ستصدمكم كيف ما صدمتني، فلن اطول عليكم في الانترو، هيا لنذهب. غادي نهضروا على فيرونيك فيفر. فيرونيك دات في 1967 في فرنسا وكانوا عندها 6 ديال الخوتها، يعني هما في التوتال 7 بيهم. فيرونيك كانت الوسط شويه، منين كانت صغيره وهي مكالميه ما كتهضرش بزاف، كتبغي تبقى بوحدها وكانت طفله بدون مشاكل. في 1987 من كانت عندها 20 عام غادي تلاقى واحد الراجل سميتو جان لوي كورجو. تلاقات هي وياه في الجامعه في بواتي، كانوا كيقراو فيها بجوج، عنده نفس العمر ديالها وحتى هو فرنسي. جان لوي غادي يتخرج وغادي يولي مهندس، وهي صراحه ما عرفتش واش ما كملتش قرايتها واش ما تخرجاتش اولا ما خدمتش من مور الدبلوم. المهم فيرونيك كانت جالسه في الدار. في 1994 جان لوي وفيرونيك غادي يتزوجوا، وباش جاي باش داير فيرونيك غادي تحمل، وفي 1995 غادي تولد الوليد ديالها الاول. غير غادي يكمل الوليد الاول عام، غتحمل عاوتاني وغتولد في 1997 الوليد ديالها الثاني. غيتحولوا ثلاثه د المرات من مدينه لمدينه على وديت الخدمه ديال جان لوي. في الاول كانوا في شارونت ماريتيم، من بعد مشاو لفيلنوف، ومن بعد انستالاو في تور. في 2002 جان لوي غتجي واحد الفرصه ديال العمل واعره، ولكن هذه الفرصه ديال العمل كانت في سيول في كوريا، فغادي يخليو الدار ديالهم في تور لان كانت ديالهم ما باعوهاش، وغادي يهزوا وليداتهم ويمشيو يتانستالاو في سيول. غادي يعيشوا في واحد الكارتي ديال لوكس اللي كيعيشوا فيه غير الناس اللي لاباس عليهم. كانت عندهم دار فيها ثلاثه ديال ليزيطاج وجريده، وكيف ما كنعرفوا ان في كوريا الا ما كنتيش عايش في بارتما راك كتعتبر لاباس عليك لان الديور غاليين بزاف. غادي يمشيو ل 2006، 4 سنين من بعد ما مشاو يعيشوا في كوريا. في الصيف ديال 2006 كيف ما كل صيف غادي يمشيو باش يدوزوا العطله ديالهم في فرنسا. مي غادي يمشيو لفرنسا غيدوزوا تما شويه ديال الوقت، ولكن جان لوي غادي تسالى ليه العطله ديال الخدمه، فغادي تقول ليه فيرونيك عرفتي شنو، انا والدراري غادي نبقاو هنا، بغيت نبقى مازال في فرنسا شويه، سير انت يوم بعد حنا غنتبعوك. فعلا في جويي جان لوي رجع لكوريا باش انه يخدم خدمته. نهار 23 جويي 2006 كان بالضبط نهار الحد، جان لوي كان كيمشي عند واحد الاستاذه ديال الكوريه كتقريه باش يتعلم يهضر اللغه. المهم داك النهار في الدرس ديالهم بداو كيهضروا على الماكله، وهي تعطيه واحد الطبق كوري قالت ليه ضروري خاصك تجربو، هذاك الطبق الكوري فيه الحوت ديال الماكرو. فعلا هو غتعجبو الفكره، غادي يقول لها غنجربو، وفاش غادي يخرج من عندها غادي يشري 3 كيلو ديال الماكرو. ما عرفش علاش شرى 3 كيلو، وقال قال غنشري كونجلي منه شويه. المهم شرى داك الماكرو مشى للدار، خلى داكشي اللي غادي يستعمل الاكله، وداكشي الاخر كان خاصو يخشيه في الكونجيلاتور. كان عندهم داك الكونجيلاتور الطويل اللي فيه المجوره، غادي يبدا يحل المجوره كيلقى عامر عامر عامر، حتى وصل للمجر الرابع اللي كان حتى هو عامر، ولكن كانت فيه واحد الحاجه غريبه، كان فيه واحد الصاك ديال البلاستيك والداخل كتبان فيه فوطه، وديك الفوطه هو عرفها لان فوطه ديالهم ديال الدار. فهو قال اول عجب هذا، اش كدير فوطه في الكونجيلاتور؟ غادي يحل ديك الميكا وغادي يحل الفوطه، وغادي تبان ليه جديده صغيره ديال الطفل ميت. جان لوي تصدم صدمه ديال حياته، والمشكله انه بانت ليه فوطه اخرى في الكونجيلاتور في ميكا ديال البلاستيك مره اخرى، وحلها وهو يبان ليه طفل اخر ميت ومكونجلي. يعني السيد حل الكونجيلاتور ديالو باش انه يخشي فيه الحوت، صدق شايف جوج ديال لي بيبي صغيورين ميتين ومجمدين. بكثره الصدمه صد الكونجيلاتور وبعد منه. هذيك الساعه فكر عيط للبوليس، ولكن ما كيهضرش بالكوريه، كيفاش غادي يصايب هاد الجمله باش يقول ليهم راه لقيت جوج ديال البيبيز عندي في الدار في الفريغو ديالي؟ غادي يحاول يكالمي راسو باش يقدر يركز في شنو غايقول ليهم، وفعلا غادي يعيط للبوليس بطريقه او باخرى، غادي يتفاهم معاهم وغادي يجيو. يعني غادي يجيو غيحلوا الكونجيلاتور، حتى هما غادي يتصدموا، غادي يكونفيرميو ليه بان هادوك جوج ديال الاطفال مولودين وميتين. جان لوي كان في واحد الحاله هيستيريه، يعني البوليس من النظره الاولى كان عندهم شك، كيقولوا هاد السيد هذا في هاد الحاله ما كنظنوش انه هو اللي داير هاد الشيء، واصلا كون كان هو اللي داير داك الشيء راه مستحيل يعيط للبوليس بهاد البساطه. المهم هو غادي يشرح للبوليس بانه ما عنده حتى علاقه بداك الشيء، بانه كان عطله في فرنسا وفجر لقى هاد العجب. فانا غادي يقولوا ليه واش كان شي واحد كيجي للدار ملي كنتي انت وعائلتك عطله، واش درتو صورت لشي واحد؟ فغادي يقول لهم اه، واحد الصديق ديالو سميتو مارتن كان عاطيه الساروت، وكان كيجي مره مره يطل للدار باش يشوف واش كلشي هو هذاك وما كاين حتى مشكل. البوليس غيمشيو عند مارتن باش يهضروا معاه، غادي يقول لهم انا ما عندي حتى علاقه، انا ما عمري ما حليت الفريكو. فغادي يشوفوا الكاميرات ديال المراقبه اللي في الدرب، كيف ما قلت لكم هذاك الدرب كان ديال لوكس، فالكاميرات ديال المراقبه فين ما مشيتو كتلقاوهم. منين غادي يشوفوا الكاميرات ديال المراقبه في ديك المده اللي كانوا هما فيهم عطله، غيلقاو
وفعلا ما غتنجا 5 ديال المرات، ولكن ما عمره ما جلس لداخل اكثر من 6 ديال الدقائق، غير كيطل باش يتاكد ان كل شيء هو هذاك في الدار وكيمشي بحاله. زائد انه في دوك 5 ديال المرات كان كيدخل الدار طويل، ما عمره ما كان هز معاه شي حاجه باش يدخلها، فمن المستحيل انه يكون مارتان اللي دار هذا الشيء. هنا جون لوي غايقول لهم تقدر تكون المساعده المنزليه، بطبيعه الحال غايستدعيوا المساعده وغتقول لهم انا ما عندي حتى شي علاقه مع هذا الشيء، واصلا انا ما كنتش كنحل الكونجيلاتور، ما كنطيبش، انا ما كندخلش اصلا للكوزينه، غير كنجمع وكنسيق وداكشي وكنمشي بحالي. البوليس غيلقاو راسهم قدام حل واحد وهو لا دي ان. اول حاجه غيديروا لا دي ان ما بين دوك جوج ديال الاطفال وما بين جون لوي باش يتاكدوا بانه ما عنده حتى علاقه مع هذا الشيء، والتيست ديال لا دي ان غادي يكون صادم لانه خرج متطابق ب 99.99، يعني جون لوي هو الاب ديال دوك الاطفال بجوج. فاش قالوها لي دخل فواحد الصدمه ما نقدرش نوصفها لكم. داك يقول لهم ما يمكنش، مستحيل، ان مراتي ما ولداتش، ما عمري في حياتي ما شفت هاد جوج ديال الاطفال، راه شي واحد دارهم ليا تما. فهنا باش يتاكدوا شكون ولد دوك الاطفال غادي خصهم يديروا التيست ديال لا دي ان لفيرونيك، ولكن المشكله ان فيرونيك ما كايناش في كوريا، كاينه في فرنسا. فغادي يمشيو للتواليت، غادي ياخذوا شي تاد سنان فيرونيك وديال ولادهم بجوج اللي حيين اللي كاينين مع فيرونيك في فرنسا باش يشوفوا التطابق، والنتيجه مره اخرى غادي تكون صادمه. الدراري جوج الميتين وجوج الحيين، خوت بالاب والام. وحتى التيست ديال لا دي ان اللي داروا لفيرونيك اكد بانها هي الام البيولوجيه لدوك الاطفال اللي تلقاو في الفريكو. ونزيدكم الصدمه، هذوك الاطفال ماشي جداد، واحد تقريبا 3 سنين هو مكونجلي، والاخر تقريبا عامين هو مكونجلي، وهذا الشيء كيعني بانهم ماشي توام، كل واحد زاد بوحدو. جون لوي باقي شاد في هضرته، كيقول لهم هاد لي تيست هادو خاطئين، مستحيل مراتي تكون ولدات هاد البراهج، لانها ما كانتش حامله وما شفتهاش ولدات، راه مراتي راه عايشه معايا كنشوفها كل نهار. فغادي يرفض التيست ديال لا دي ان وغادي يقول لهم خاطئ. هنا الشرطه الكوريه غادي تعيط لفيرونيك، غتقول لها شوفي خاصك ضروري تجي لكوريا باش اننا نديرو التيست ديال لا دي ان ليك انتيا كشخص نيشان، وديك الساعه نتاكدو ما يبقى عند حتى شي واحد ما يقول. ولكن فيرونيك غادي ترفض انها تمشي لكوريا. فالبوليس غيبداو يقلبوا في السجلات الطبيه ديالها، وعندهم الزهر، غادي يلقاو بان عامين قبل دارت واحد العمليه وحيدت طرف من الوالده، وداك الطرف اللي حيدوا ليها كيخليوه في السبيطار. صراحه ما كنتش عارفه بانهم كيخليو الطروفه ديال الناس في السبيطار، في المغرب يمكن كيعطيوه ليك دي معاك سوفنير ولا ما نعرف شنو. المهم هنا غادي يقولوا ها هو عندنا الطرف ديال اللحم ديالها، يعني هاد المره لا دي ان ما يمكن حتى شي واحد يشكك فيها. غادي يعاودوا يديروا لا دي ان داك الطرف ديال الوالده ما بينه وبين الوليدات اللي ميتين، ومره اخرى خرج تطابق كامل، يعني فيرونيك 100% الام البيولوجيه ديال دوك جوج الاطفال اللي ميتين. هنا الشرطه الكوريه غادي تواصل مع الشرطه الفرنسيه، غادي يقولوا لهم الو فرنسا كيف الحال، معك الشرطه الكوريه، من فضلكم اقبضوا على فيرونيك كورجو وشكرا على خدمتكم حول. فعلا الشرطه الفرنسيه ما يعطلوهاش، غادي يمشيو وغيلقاو عليها القبض، وباش يتاكدوا 100% من التيست ديال لا دي ان غادي يعاودوا يديروه في مختبر فرنسي. وكيف ما غادي تكونوا كتوقعوا مره اخرى غادي يخرج تطابق كامل. صافي هنا ما بقاش عندنا الشك بان فيرونيك وجون لوي هما الاب والام البيولوجيين ديال دوك جوج ديال الوليدات اللي ماتوا. جون لوي حتى هو بطبيعه الحال غادي يصيفطوه لفرنسا، وحتى هو غادي يتلقى عليه القبض. فيرونيك اخيرا غادي تعترف، غادي تقول لهم فعلا لا دي ان ما كذباتش، انا هي الام البيولوجيه ديال دوك جوج الاطفال، ولكن راجلي ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء وما كانش عارف. غتقول بان وليد واحد زاد في 2002 والاخر زاد في 2003، يعني بيناتهم عام، وغادي تصدمهم بواحد الخبر اخر غير متوقع. غتقول لهم كاين بيبي ثالث اللي حتى هو مات وتزاد في 1999 فاش كنت باقا ساكنه في فرنسا، يعني تزاد عامين من بعد ما ولدت ولادها بجوج اللي حيين. هذاك الوليد اللي تزاد في 1999 لاحتو في الشوميني وبقات كتشوف فيه هو كيتحرق، تخيل. وغتقول لهم بان لا هذاك لا الجوج اللي تزادوا في كوريا كانوا بصحه جيده وكانوا اطفال عاديين جدا، الاول حرقاته والثانيين بجوج خنقاتهم، واخا ان التشريح الطبي كيقول بان فعلا واحد فيهم مات مخنوق، ولكن الاخر مات بضربه على الوجه. وفاش غادي يقولوا لها الشريفه ولد واحد راه مات بضربه على الوجه شنو درتي ليه، غتقول لهم ما نكذبش عليكم انا اصلا ما عقلتش. قالت لهم انا عاقله على 3 ديال المرات، منين كيجيني الوجع كنمشي للحمام وكنتخشى في البانوار وكنولد بوحدي، ومن بعد كنوض وكنقضي داكشي اللي كيتخدى في الدار وكنمشي نجيب ولادي من المدرسه وكنكمل النهار عادي، من بعد ما كنقتل الاطفال اوف كورس. هذا الشيء غادي تعاودوا حتى في المحكمه، والقاضي غيتصدم، تصدم القدره الجسديه ديال هاد المراه، كيفاش انت كتولدي بوحدك في البانوار كتقتلي الطفل وكتكملي النهار عادي كتخرجي وكتمشي تجيبي الدراري وكلشي. اكثر هي ان في كوريا في ديك البلاصه اللي كانوا ساكنين باش انها توصل للمدرسه ديال الاطفال كاينه واحد العقبه، والاطباء كيقولوا مستحيل ان مراه يلاه ولدات من بعد غير شي ساعات تكون عندها القدره الكافيه باش انها تطلع ديك العقبه. القاضي غادي يبدا يسول جون لوي، قال ليه علاش ملي لقيتي دوك الدراري بجوج ما عيطتيش للمرات قلتيها ليها في الاول،
الأول. وهو يجاوب جانلوي، أنا ما شكيتش ولو ثانية بأن هاد الأطفال يكونوا ديالنا وبأن مراتي هي اللي دارت هاد الشيء. أنا تخيلت بأن شي واحد دخل الدار وخبلنا داك الشيء، وشكيت في صاحبي مارتان وشكيت في مدبرة البيت، داك الشيء علاش عيطت للبوليس باش هما يحلوا القضية. وقال لهم فوق هاد الشيء كامل أنا مراتي عايشة معايا، ما شفتها لا حاملة لا فاش ولدات، ما شفت الدراري، ما شفت حتى شي حاجة، كيفاش بغيتوني نشك بأن هاد الأطفال ديالنا؟ القاضي غيبدا يسولهم أسئلة محرجة، يقول لي واش أنت عمرك ما شفتي مراتك بدون حوايج؟ يقول لي شفتها وأنا كنأكد لك بأن مراتي ما كانتش حاملة. في جانفي 2009 غيتثبت البراءة ديال جون لوي، من بعد ما كان هو متهم بالقتل العمد، الأقوال ديالو ديال مراتو غادي يبرئوه فغادي يخرج. وفي كل جلسة كان كيجي وكيوقف مع مراتو، واخا من بعد عرفها بأنها هي اللي دايرة داكشي، قال بأنه كيبغي مراتو شنو ما وقع، قال بأن السؤال الوحيد اللي محيرو وخالعو هو باش غادي يحكموا على فيرونيك، واش العائلة ديالهم غتقدر تعاود ترجع بحال اللي كانت. وقال بأنه حزين وكيتأسف بزاف لأنه حاس باللي مراته دابا حاليا مشدوده بسبابه، حيت هو اللي عيط للبوليس وقال لهم هاشنو هاشنو، وحاس بالذنب بزاف على ودي داكشي اللي وقع في 1999 فاش قتلت البيبي الاول، حيت هو هذيك المره كان شاك وسولها قال لها ياك ما انت حامله، ومن بعد هو حس براسو قال شي حاجه ما كانش خاصو يقولها، قال ياك مراتي غير غلاضت وانا قلت لها ياك ما حامله، وهبط لها المعنويات ديالها. ولكن جان لوي كان عنده الحق لان فيرونيك بصح كانت حامله. قال بان هذا الشيء كامل بسبابه، حيت على حساب الاقوى والديالو بما انه وصلت بهاد الدرجه دير هاد الشيء، فكانت في واحد الاكتئاب خايب بزاف وهو ما شافش المعاناه ديالها وما عاونهاش. والدين فيرونيك والدين جان لوي غادي يجيو حتى هما باش يشهدوا في المحكمه، وغادي يقولوا باللي هذه الصدمه ديال حياتهم واخر حاجه كانوا كيتوقعوها، لان فيرونيك ام رائعه وكتموت على ولادها. ام جان لوي غتقول تمنيت كون شفت العذاب ديال فيرونيك، تمنيت كون حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك وعاونتها. فيرونيك غتقول لهم انا في نفس الوقت مصدومه ولكن حسيت بواحد الراحه هذه ما حسيتش بيها، بحال واحد الحمل تحيد على كتافي. قلت لهم انا ما قدرتش نشكم براسي، ما قدرتش نقول هادشي للبوليس ولا الراجلي، ولكن خليت دوك جوج ديال الاطفال بالعاني في الكونجيلاتور حيت كنت باغا شي نهار شي واحد يعيق بيا ويعيط على البوليس ونفرقعوا هاد الرمانه. بقات كتبكي، قالت بان عده مرات كتقول صافي اليوم غادي نهضر مع راجلي وغنقول ليه كلشي، ولكن في اخر لحظه ما كتقدرش. وعرفت واحد الحاجه بدا انا شخصيا صدماتني، فاش كانوا في كوريا من بعد الولاده ديال البيبي الاول والثاني اللي بجوجهم ماتوا، تحولوا هما من دار لدار اخرى ودات معاها البيبي وهو مكونجلي. تخيلوا، قالت بانها في واحد اللحظه كانت باغا تخلص منهم ولكن ما كتعرفش مزيان كوريا وكانت خايفه على شي واحد يشوفها في الكاميرات المراقبه. ومن بعد ما تحولوا للدار الجديده، واحد النهار الفريغو خسر وشداتهم بجوج وحطاتهم في البلاكار على ما يجيبوا فريغو جديد. ومره مره كانوا كيديروا بحال هكا عشاء ولا غدا وكيعيطوا على صحابهم، وصحابهم قالوا بلي شحال من مره هما كيحلوا داك الكونجيلاتور وكيجبدوا منه لا كلاص. غادي يقول لها القاضي علاش ما هزيتيهمش وحطيتيهم في الزبل؟ قالت لي لان الا حطيتهم في الزبل مول الدار يقدر يعيق بيا، زائد انهم ولادي وما سخيتش بيهم اللحوم في الزبل. دابا غادي نجيو لاكبر سؤال اللي هو علاش. وهي صراحه ما كاينش علاش وحده، كاين بزاف ديال العلاشات. اولا بما انها هي وراجلها بيناتهم هاد العلاقه هادي كبيره والحب وكل شيء، علاش ما هضراتش معاه؟ علاش ما قالت ليه والو؟ وحتى منين حملات واللي الله عطاه علاش ما جهداتوش؟ انا كنفضل ألف مره انها تجهدو على انها تسنى حتى يتزاد عاد تقتلو مسكين. وراجلها بما انه واقف معاها في المحكمه من بعد هاد الفضيحه اللي دارت، يعني راه كان يحترم القرار ديالها شنو ما كان، حيت هو كيبغيها بزاف وكيبغيها بصح. في المحكمه فاش كانت عندهم المواجهة عنقها وقال لها انا عارفك عشتي جهنم باش درتي هادشي. المهم نرجعوا للجواب ديال علاش دارت فيرونيك هادشي. على حسب الاقوال ديالها ما كانش باغا اطفال اخرين، وخافت انها تقولها لراجلها حيت كانت خايفه يبغي يخليهم وهي ما كانتش قادره جسديا ونفسيا انها تربيهم. قالت بانها كانت عارفه راسها حامله، كان كيطلع ليها قلبها، كتشهى، ما بقاتش كتجيها الدوره الشهريه، وكانت كتبغي السكات والراحه لدرجه انها واخا ما كانتش خدامه السيمانه كامله ولادها كانت كتقبلهم المربيه، هي كتشدهم غير الويكند. القاضي غيسولها واحد السؤال اللي ما كانش كتوقعه، غادي يقول لها واش كنتي خايفه من عائله كبيره لانك عشتي العذاب مع والديك حيت كان عندك 6 ديال خوتك؟ المحامي ديالها غيأيد الهضره ديال القاضي، غادي يقول له بان الماضي ديالها يقدر يكون سبب كبير لهادشي اللي دارت. فهنا خاصنا نرجعوا شويه للماضي ديال فيرونيك ونتعرفوا عليها. فيرونيك زادت في العروبيه وكبرات في العروبيه، كانوا عندها بزاف ديال خوتها لدرجه ان والديهم ما كانوا كيحسوا حتى شي واحد فيهم بالاهميه. صافي الا مشيتي انت ماشي مشكله منك بزاف. امها كانت مكتئبه ديما كتنقر ديما
تغوت وديما هي نوم سخسخه لانها كانت كتخدم مع راجلها وعندها مسؤوليه ديال سبعه ديال البعالك. خوت فيرونيك رجعوا للمحكمه وغياكدوا هذا الشيء كامل. قالوا بان تقريبا كل نهار كانوا كيشوفوهم هم كتبكي فين ما كانوا كيجلسوا مجموعين باش يتغداو ولا يتعشاو، غير كيبداو يهضروا شويه كتبدا تبكي وكتنوض من الطبله. عائله كلاسيكيه ديال السبعينات اللي في العروبيه، ما كيهضروش بزاف مع بعضياتهم، الوالدين ما كيعيروش بزاف ديال الانتباه لولادهم لانهم كيخدموا خدمه جسديه صعيبه وكيدخلوا مدكدكين للدار. فيرونيك تقول بان الطفوله ديالها كانت عاديه، ما كانت لا حزينه لا فرحانه، غتقول بانها لا هي لا خوتها ما عمرهم ما احتفلوا بعيد ميلادات ديالهم، عيد ميلاد ديالهم كيدوز بحال نهار عادي. تخيلوا ان فيرونيك ما عارفاش حتى فوقاش والديها تزادوا، وفي المحكمه غيتفرج حتى واحد السر اللي كان مخبي من شحال هادي. الام ديال فيرونيك ماتوا ليها ثلاثه ديال خوتها بطريقه غريبه، ولكن ما عرفناش صراحه شنو هي الطريقه، ما تقالتش، وهذا كان واحد من الاسباب الرئيسيه في الاكتئاب ديالها. اخت فيرونيك كتقول لهم انا كنبغي اختي، ولكن ما عمرها ما كانت عندها شي علاقه قريبه لان فيرونيك ديما كانت بوحدها، كانت سكوتيه وداخله سوق راسها. اخت فيرونيك كتقول لهم فعلا الحياه ديالنا ما كانتش هي هذيك. قالت لهم انا فاش مشيت للانترنا باش نعيش باش نكمل قرايتي عاد حسيت براسي تنفست وكنت فرحانه، ومن بعد باش ما ترجعش لدارهم غتجوج واحد الراجل اللي ما كانش كتبغيه وغتبقى معاه 20 عام وهي تعيسه. كانت كتحس براسها من صغرها ما كتسوى والو، لانها الا تفرقت معاه حتى شي واحد اخر ما يديها فيها. قالت لفيرونيك انا كنت فرحانه لانك على الاقل انتي لقيتي راجل اللي كيبغيك بصح وكان كيسحب ليا بانك سعيده في حياتك. تفهمات داكشي اللي دارت اختها، قالت بان اختها انسانه زوينه وانسانه ظريفه وحنينه وكتبغي ولادها، وبانها الا وصلت لهاد المرحله هادي فخصنا نفهموها لانها بطبيعه الحال غيكون عندها دافع. خو فيرونيك حتى هو غادي يجي للمحكمه ويعطي الاقوال ديالو، وتخيلوا شنو غادي يقول. غادي يقول انا ما عندي حتى شي ذكريات مع اختي، منين كنا اطفال ما كناش اصلا كندوزوا الوقت مع بعضياتنا. وقال بانه الا رجعنا للالبومات ديال التصاور ديال العائله ما غاديش نشوفوا اصلا فيرونيك. حتى هو كان حاس بزاف بتأنيب الضمير، قال تمني تكون انا على الاقل ديتها في اختي وعطيتها اهميه وقلت لها حاجات زوينين. قال بان داك التصرفات ديال امهم اثرت لهم بزاف على الحياه ديالهم من بعد ما ماتوا ليها هي خوتها. وواحد السر اخر غادي يقولوا، قال بانهم واحد النهار فجاه اكتشفوا بان عندهم واحد اختهم من امهم، ما عرفتش واش خانت راجلها ولا ولدتها قبل ولا شنو، المهم فجاه غيكتشفوا بان عندهم اختهم، ومن بعد مده قصيره غيكتشفوا بان عندهم اختهم اخرى عاوتاني حتى هي من امهم مخبياها. انا صراحه ما عرفتش مع من ولدت هاد البنات، واش ولدهم مع راجل واحد ولا كل وحده مع راجل ما فهمتش، ولكن خو فيرونيك غايقول بانهم كانوا هما خمسه ديال الخوت وفجاه جاو دوك جوج ديال البنات الاخرين يسكنوا معاهم ولقاو راسهم سبعه. امه فيرونيك كتقول لهم كنتفهمكم ولكن هادشي راه ماشي بيدي، شحال هادي ما كانوش موانع ديال الحمل، صافي كتحمل كيخصك تقبل الوضع وتخلي عندك الطفل. غيسولوها شنو هو اللون ديال عينين فيرونيك، تقول لهم زرق، وفيرونيك عينيها ماشي زرقين. تخيلوا ام ما كتشوفش في بنتها وما ديهاش فيها لدرجه انها ما عارفاش عينيها اين لون. القاضي غيلاحظ واحد الشبه كبير ما بين فيرونيك وامها، بجوجهم خباو اسرار، بجوجهم كانوا حزينين ولكن ما كانوش كيقولوها، ولكن رغم هذا الشيء كامل رغم الطفوله الصعيبه وكل شيء حتى شي حاجه ما كتقدر تبرر ان فيرونيك تسنت الاولاد تتزادوا ومن بعد قتلتهم بيديها وخلتهم في الفريكو. غادي تعرض على بزاف ديال الاطباء النفسيين وغتقول لهم انا كنت عارفه راسي حامله ولكن ما كنتش كنتسنى اطفال، بالنسبه لي هذيك المده ديال الحمل غتوقع وغتسالي وصافي من موراها الحياه غترجع طبيعيه. قالت لهم بالنسبه لي انا هذا ما كانش سر، ما كنت كندير حتى شي مجهود باش نخبي هذا الشيء غير ما قلتهاش وصافي. وغتقول للاطباء النفسيين انا ما عمري في حياتي ما حسيت براسي محبوبه حتى النهار اللي درت العمليه، عاد شفت ولادي كيبكيو عليا، شفت راجلي كيبكي، شفت صحابي كيعيطوا مخلوعين. الاطباء النفسيين غادي يقولوا بان هذا الشيء اللي كتعيش فيرونيك عيب انها تشرحه حيت هي براسها ما عارفاش شنو كتحس وهي براسها ما عارفاش علاش دارت داكشي. الاطباء النفسيين قالوا بانهم مصدومين من الشخصيه ديال فيرونيك حيت فاش سمعوا الهضره عليها كانوا كيتوقعوا انها غتكون بحال شي وحش، انها غتكون بدون قلب، ولكن قالوا بانها هي انسانه حساسه وفعلا كتبغي ولادها وغتقول واحد الحاجه اللي في الطب النفسي مهمه بزاف. فيرونيك فاش كانت كتولد عاشت واحد المعاناه كبيره لانها تخنقات بداك الحبل السري ديالها، تلوى عليها وكانت غتموت وعتقوها في اخر اللحظات. وكيف ما قلت لكم في الطب النفسي هادشي مهم بزاف حيت كيقولوا بلي ديك اللحظه ديال الولاده كتقدر تاثر على الانسان حتى كيموت. فمن بعد بزاف ديال الجلسات مع الاطباء النفسيين غادي يعطيو التقرير ديالهم، غادي يقولوا بلي فيرونيك ماشي انسانه خايبه وماشي وحش وما دارتش داكشي لانها كانت كتستمتع بالقتل، حيت كنلقاو مثلا القتله المتسلسلين علاش كيبقاو يقتلوا يعاودوا، حيت منين كيساليو داكشي كيحسوا بواحد البليزير بواحد الاحساس كيبغيو يعاودوا يعيشوه. وهادشي في الاول كنشك فيه القاضي كيقول هادي هي كما كتحس داك البليزير داكشي كتولدهم غير باش تقتلهم، ولكن الاطباء النفسيين غياكدوا بان
انه لا، بان السيده فعلا كانت كتاخذ مانع الحمل، غير كانت كتنساه وكتحمل. غادي يقولوا بانها كانت في واحد الحاله ديال دينيغاسيون، يعني انكار شديد. هي فراسها كانت عارفه بانها حامله، ولكن صافي اعتبرت داك الحمل بحال راها غير مريضه ومن بعد 9 شهور غادي تبرى. واحد الطبيب معروف بزاف في فرنسا غادي يجي للمحكمه، هذا الطبيب هذا مختص في الحالات ديال انكار ديال الحمل، غادي يقول بان هاد الحاله هادي كتوقع لمراه وحده على 500 مراه، يعني راه بزاف. كتوقع العيالات اللي الظروف ديالهم ما كيسمحوش لهم انهم يحملوا بسبب المجتمع او بسبب الزوج اللي ما كيعاملهمش مزيان او لا خوفا. والمخ ديالنا راه خطير، كيتحكم في الجسد بواحد الطريقه خياليه. الى مخ المراه كان مقتنع بانها ما حاملاش، فالجسد ديالها ما كيبينش داك الحمل. انا بحثت شويه في داك الموضوع وغادي نشرح لكم على حسب المعلومات ديالي البسيطه. ملي المراه كتحمل وكتكون باغا داك الطفل، الرحم كيبدا يكبر عادي قدام الاعضاء، ولكن ملي المراه كترفض داك الحمل الرحم كيكبر وسط الاعضاء او لم اللور ديالهم، والبيبي كيبقى مكمش وما كيتحركش بزاف بحال كيحاول مسكين يخبي راسو. وداك الطبيب المختص قال بان هذا الشيء بالضبط اللي وقع لفيرونيك، داكشي علاش الحمل ديالها ما كانش كيبان، وخرج لها كان عايش معاها ما قدرش يشوفه. وكاين بزاف ديال التصاور ديالها وهي حامله ولابسه حتى المايو تحلف عليها بانها ما حاملاش. وداك الطبيب قال بان فاش مراه كتعيش هذاك لو ديني اولا الانكار ديال الحمل، حتى الولاده ديالها كتكون غير طبيعيه. قال لهم عادي جدا انها ولدات وكملت النهار ديالها عادي، حيت الولاده كتكون سهله 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 لدرجه انك تقدر ديرها بوحدك وما يوقعوا لك حتى شي مضاعفات، حيت بالنسبه للمخ وكل جسد ديالك هما فقط كيتخلصوا من شي حاجه خاصهم يتخلصوا منها، بالضبط بحال ملي كندخلوا للتواليت. وكاين بزاف ديال المراهقات كنسمعوهم بانها ولدات بلا خبر والديها، ولا حط البيبي في الزبل اولا حطته قدام شي دار، راه هذا الشيء اللي كيوقع ليهم، غير هما ما كيكونش طبيب نفسي اللي يشرح لهم الحاله ديالهم. وهذا الشيء فيرونيك اكداته، قالت لهم انا ما كنتش حاسه براسي كنقتل طفل، ما كنتش حاسه براسي كنقتل روح انسان، حسيت براسي بحال غير كنتخلص من شي حاجه كنخصني نتخلص منها، صافي الجسد ديالي حيدها منه خاصها تمشي بحالها. والعكس ديال هذا الشيء كيوقع في الحمل الوهمي، منين شي مراه كتكون باغا تحمل وغادي تحماق انها تحمل، المخ ديالها كيوهمها بانها حامله، كتبقى تحس بالتحركات في كرشها، كيطلع ليها قلبها في الصباح، كتبدا توحم كرشها كتكبر وهي راه ما حاملاش. راه كاين شي عيالات كيعيشوا هذا الحمل الوهمي، كرشهم كتبقى تكبر 9 شهور حتى كتقولي صافي هذه غدا غتولد، وهي راه كرشها لداخل ما فيها والو. زعما سبحان الله الجسد ديال الانسان شي حاجه واو. المحامي ديال فيرونيك غادي يقول للقاضي شي مرات كيخصنا نفهموا الانسان، ماشي يكون العقاب بالبشاعه ديال هذاك الشيء اللي دار. شي مرات كنقول مين كيكونوا حالات نفسيه اللي صعيبه وخطيره. فعلا نهار 18 جوان 2009 غادي يخرج الحكم الاخير، القاضي غادي يحكم على فيرونيك ب 8 سنين على ودية القتل ديال ولادها بثلاثة. عارفه هذا الحكم قليل بزاف، ولكن هما عندهم الاسباب ديالهم لان الاطباء النفسيين قنعوه. جان لوي كان فرحان بزاف من سمع 8 سنين لانه كان خايف لي يحكموا على مراته بالمؤبد. عام من مر الحكم الاخير في 2010 المحامي ديال فيرونيك غادي يطلب الصراح المؤقت، و17 ماي 2010 المحكمه غادي تقرر تعطي الصراح المؤقت لفيرونيك بشرط انها ما عمرها ما تهضر مع الصحافه وتبقى متبعه مع الطبيب النفسي. ففيرونيك في اخر المطاف دوزت غير 3 سنين و8 شهور، ما دوزتش 8 سنين. من مر ما خرجت راجلها غادي يكتب كتاب سميتو لو شوا دو كومبراند، وغادي يقول فيه كاع الاحاسيس ديالو وغيعبر فيه على الحب لمراته وعلاش قرر انه يتفهمها. فيرونيك غادي تمكن من انها تعاود حياتها، غادي تولي سكرتير في واحد الشركه، وحتى راجلها غيقرر انه يمشي عند السيكولوج باش يقدروا بجوجهم يتخطاو هادشي اللي عاشوا. الاطفال بجوج اللي ماتوا دخلوهم في الحاله المدنيه كيف ما كنقولوا، وخوتهم الكبار اللي عايشين عطاوهم اسماء، واحد سموه الماندغ وواحد سموه توما، وغادي يجيبوهم من كوريا باش يعاودوا يدفنوهم في فرنسا. كانت هذه القضية ديالنا ديال اليوم، وصراحة أنا متشوقة نعرفكم شنو بان ليكم في هذه القضية ديال اليوم لأنها مشعكة. أنا بطبيعة الحال ديما كنشجع على أننا نتفهموا الناس اللي مرضى نفسيين، ولكن فاش كتكون القضية بحال هكا كتكون شي شوية صعيبة. ثلاثة ديال المرات حملات وقتلت دوك الأطفال مساكن اللي ما عندهم حتى شي ذنب، مع جو الحياة ما عاشوا داك العذاب، فهنا حنا كناس عاديين ماشي أطباء نفسيين كيكون شوية صعيب علينا الحال أننا نفهموا. قولوا لي حتى نتوما شنو بان ليكم، واش بقات فيكم فيرونيك، واش تعاطفتوا معاها. غنقرا التعاليق ديالكم دابا بحال ديما. شكرا على كلشي، كنبغيكم بزاف، بيضات وبيضين، كنصيفط لكم بوسات كبارين، نتلاقى معكم في الفيديو الجايه. باي باي.